ننتقل إلى القدس المحتلة في هذه اللحظات مع دانا أبو شمسية. دانا، ما هذه يعني ردود الفعل حول الكلمة الأخيرة يمكن أو التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمتعلقة بأن الرد الإسرائيلي سيغير الشرق الأوسط؟ نعم، دعينا نقول أن هذا يتوافق مع ما صرح فيها الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله بأن إيران ستدفع ثمن عملتها بزج حزب الله في هذه الحرب المشنعة على إسرائيل. هذا يعني اتهام حزب الله وإيران بضلوعها في هذه الهجمات برفقة فصائل المقاومة الفلسطينية، ولربما هذا ما يؤكده أيضا نية الرئاسة والحكومة الأمريكية بإرسال مساعدات عسكرية تجابه فيها كل أخطار الإرهاب التي يمكن أن تصل في أثرها على الشرق الأوسط. لهذا هو يربط عادة ودائما ما يحدث في هذه الهجمات وتحديدا الصادرة والتي يكون مصدرها حركة حماس بأن تكون هنالك خلفها وارتباطات مع حزب الله أو إيران. دعينا نقول أن هنالك أيضا بيان يعني مهم ولافت كان قد أدلى به الناطق. دانا، أعتذر منك دانا، قبل البيان، قبل هذا البيان اللافت والمهم، النقطة التي طرحتيها منذ قليل لم تلقى مباركة أمريكية حتى هذه اللحظة، لأنه آخر التصريحات المتعلقة بهذا الشأن في الولايات المتحدة كانت متعلقة أنه من المبكر أن نحكم إذا ما كان هناك بالفعل مساعدة لفصائل المقاومة أو حماس تحديدا من قبل إيران أو حزب الله. صحيح، هنالك العديد من يعني التجاذبات ومصادر الإعلام العبرية التي حتى ذاتها انقسمت في أن يكون هنالك تدخل وتداخل لحزب الله وإيران في هذه العملية الأخيرة. وول ستريت جورنال كانت قد قالت بأن لربما هنالك ربط لما يحدث اليوم في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بأن كان هنالك ضوء أخضر أعطته إيران إلى حركة حماس ولحركات الفصائل الفلسطينية المقاومة لشن هذه الهجمات، وذلك لربط أنه كان هنالك اجتماع يوم الاثنين الماضي بين رؤساء وقادة في حركة حماس وبين قادة في حزب الله. لذلك وول ستريت جورنال ترجح هذا الخيار وهذا المقترح. طيب، وضحت. لأن يكون هنالك بالفعل. نعم، انتقل إلى البيان من فضلك دانا التي كنت تتحدثين عنه منذ قليل. نعم، الناطق باسم الجيش الاحتلالي يقول بأن إسرائيل ستوسع من هجماتها وغاراتها الجوية على مختلف قطاع غزة. نحن نتحدث أن هنالك في بداية الأمر كان قصف محدد الأهداف في بعض البنايات أو المناطق السكنية تحديدا في جباليا أو في عدة مناطق، ولكن الآن نحن نتحدث عن قصف متواصل، وهذا يأتي بإعاز من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الذي قال بأنه سيكون هنالك هجمات موسعة على غزة وبأنه سيضطر إلى قصف كل هذه المراكز أو حتى أي قواعد عسكرية تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية حتى لو كلفه ذلك مقتل الأسرى والرهائن الإسرائيليين. وبهذا يتخلى عن سكان المستوطنات وعن جنوده المأسورين لدى فصائل المقاومة الإسلامية، ومن ثم برر قوله بأنه إذا تمكننا أو حصلنا على معلومات استخباراتية حول وجود مستوطنين ومجندين ومقاتلين في الطبع سنتمكن من تحرير أسرهم ومن ثم ضرب هذه القواعد العسكرية وضرب حركة حماس بشكل عام والمقاومة الفلسطينية، ولكن إذا لم يكن هنالك لدينا أي بيانات استخباراتية فسأننا سنقوم بتنفيذ عملية عسكرية برية موسعة بإسناد طائرات حربية إسرائيلية. وهذا ما نشاهده عبر الشاشة هو تواصل مستمر لهذا القصف الجوي في قطاع غزة. طيب، المستويات المتوقعة دانا وفق المراقبين ووفق أيضا الدعم الأمريكي المستمر منذ اليوم الأول، سواء كان على مستوى التصريحات أو على مستوى إرسال الطائرات أو على مستوى حتى الخطابات التي تقف إلى جانب جيش الاحتلال، هذه المستويات ما هو المتوقع منها؟ اجتياح بري في الأيام القادمة كما قيل أو كما فهم من تصريحات نتنياهو الأخيرة، ضربات صاروخية متجددة أم استمرار لهذه الغارات المتواصلة؟
نحن نقول والمحلل يقول هنا ووفق هذه التقديرات السياسية والعسكرية لربما تريد هذه الحكومة الإسرائيلية الإجهاز على العديد من المواقع التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية أو حتى إنهاك قدراتها باستفزاز فصائل المقاومة الفلسطينية لإرسال كل ما لديها وما تحمله عدتها وعتادها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنهاك قدراتها العسكرية لتتمكن فيما بعد من اجتياح بري وعسكري. وهذا ما أكدته هذه التصريحات لقادة سياسيين وعن مصدر أمريكي رفيع المستوى ووفق مصادر إعلام عبرية تقول أن هنالك سيكون بالفعل عملية عسكرية برية ولكن تم تحديدها أنها ستتم إما في 24 ساعة أو حتى في 48 ساعة القادمات. نحن نتحدث أنه بالفعل تم مرور ما يقارب يعني 20 ساعة على هذه البيانات وهذه التصريحات. هذا يعني بأن العملية العسكرية البرية ممكن أن تكون في أي لحظة ونحن أعتدنا على إسرائيل المباغتة والخداع لذلك ممكن أن تكون في اللحظات الأخيرة وفي الدقائق الأخيرة قبل انتهاء المهلة التي حددتها وممكن أن تكون هذه جزء من الحرب النفسية التي تبثها أيضا في نفوس الفلسطينيين وفصائل المقاومة ولربما الترجيحات الأخرى والتحليلات الأخرى تقول بأن إسرائيل غير جاهزة الآن على خوض هذه المعارك العسكرية البرية وهي في انتظار وصول كافة المساعدات الأمريكية والمساعدات العسكرية تحديدا فيما يتعلق في الاجتياحات العسكرية قواتها الاحتياط جاهزة والتي وصلت إلى 300 ألف جندي احتياطي وآليات وجبات عسكرية بالفعل متواجدة عند مستوطنات غلاف غزة. الانتظار يعني مرهون في القرار السياسي متى يبدأ هذا الاجتياح العسكري. هنالك أوساط إسرائيلية في مصادر الإعلام تتحدث عن قصور بعض المعدات التي تستخدم عادة في الاجتياحات البرية العسكرية وهذا هو ترجيح آخر لسبب تأخر هذا الاجتياح البري العسكري.